بالبداية تريد تحكي لنا عن موضوع الأراضي، شنو مشكلتها وليش محجوزة 1700 قطعة قاع؟ لا شك أن هذه المشكلة هي مشكلة العصر في محافظة ديالى وقضاء بعقوبة. ما يقارب 1700 عائلة تعاني مأساة منذ 7 سنوات بسبب أخطاء بعض الفاسدين في بلدية بعقوبة وبعض الأشخاص الذين حاولوا الحصول على قطع أراضي بشكل غير أصولي. بالنتيجة اليوم عوائل شهداء وعوائل جرحى وفقراء وضمن الشرائح المشمولة وفق القانون تعاني من هذا الموضوع. هذه الأراضي وزعت حسب ما تقول بلدية بعقوبة أنها بدون محضر. بالنتيجة من يعد المحضر هي الإدارة المحلية وكذلك البلدية، وأعضاء لجنة توزيع الأراضي هم معروفون برئاسة السيد المحافظ، ووزعت آنذاك في عام 2014 و15. بالنتيجة لا زال المواطن يدفع الأمرين وهي غير محجوزة بقرار قضائي. واليوم السادة النواب الحقيقة في تواصل مع هذه العوائل ومطالبات بحل هذا الموضوع. آخرها كان للسيد النائب رعد الدهلقي والإخوان بقية النواب بأخذ موافقة وزير البلديات الجديد على عرض الموضوع على أنظار مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الموضوع. يعني سيادة المحافظ وأيضا النواب المحافظة يقول أنه يطالبون هاي الأراضي وبيها أيضا سند. المحافظ ديالى شخصيا قال أنه هاي الأراضي محجوزة بدون أمر قضائي وباجتهاد شخصي. زين، منو الاجتهاد الشخصي؟ زين البلدية ليش ما تمتثل لأوامر المحافظة؟ اليوم هذه الأراضي فيها دعوة في هيئة النزاهة، وحسب ما يقولون موظفو البلدية أنهم يخشون حالتهم للقضاء في حال التوقيع على حل هذه المشكلة، باعتبار هذه المشكلة قد حدثت في عام 2014 و15 في ظل الإدارة السابقة. لكن نحن نتساءل اليوم، الإدارة السابقة هي مثلت أمام القضاء وحيلت للقضاء وصدرت أحكام بحق المخالفين منهم مدير البلدية ومدير الأملاك آنذاك ومدير الأراضي. بالنتيجة اليوم لا ذنب للمواطن بهذا الشأن. نأمل بحسم هذا الموضوع. أنا كقائم مقام بمتابعة للموضوع وهناك كتب رسمية موجهة. نأمل من السادة النواب والسيد معالي وزير البلديات أن يعرض هذا الموضوع على أنظار مجلس الوزراء للبت به وحسم معاناة هؤلاء العوائل الذين يمتلكون سندات رسمية لكن لا يستطيعون بناء هذه الأراضي. وأيضا هناك دعاوي تقوم بها البلدية بإبطال بعض القيود كونها بحجة أنها وزعت بدون محضر أصولي وبدون ضوابط.